أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو بسيط للإخوة المبتدئين في الوورد عن البحث والاستبدال في الوورد. إزاي نبحث لو عندي ملف؟ أنا عندي مثلا دي مذكرة هي 31 صفحة. أنا حالل فيها امتحانات في حدود ما يزيد عن 20 امتحان. أثناء ما بنحل امتحان ممكن يكون الأسئلة ده ورا السؤال اللي أنا بنحله ممكن يكون ورد في امتحان سابق، فبدل ما نقعد نكتب الإجابة تاني فأنا ممكن نبحث عن السؤال ده، ممكن لقيت إجابة وننسخها ونحطها. ده بالنسبة للبحث. عاوز نبحث عن كلمات معينة أو نقاط معينة نشوفها، عاوز نستبدل، في عندي أخطاء في المستند، في الهمزات، في الته المربوطة عليها نقط ما عليهاش، فبدل مش هنقعد نبحث في المستند ونقعد نفر المستند ونقراه كله عشان نعدل الأخطاء، لا ده أنا ممكن بضغطة واحدة نعدل كل الأخطاء اللي موجودة فيه. أولا البحث، نبحث في المستند بثلاث طرق. الثلاث طرق إن أنا أهي أنا عندي أوفيس 2010 عربي، هنضغط على كلمة بحث ده أهي هيفتح لي الجزء ده أهو. أنا ممكن طبعا نوسعه ونصغره بالمنظر ده كده اهو، انا ممكن نوسع زي ما انا عاوز اهو، وممكن نلمه شويه كده ونبدا نكتب اللي انا عايزه نكتبه هنا، اللي انا عاوز نبحث عنه. طبعا مجرد ما كتبت هنا هتبدا تظهر لي الكلام من غير ما نضغط على اي شيء، يبقى ده أول طريقة إننا نضغط على كلمة بحث هنا. ثانيا نضغط على كنترول وإف. طب أنا جبت كنترول وإف إن دي بحث منين؟ أهي أنا لو شاورت على كلمة بحث أهو بكتب لي، بيكتبها لي في الرسالة اللي بتظهر أهي، بقى كنترول وإف ابحث عن نص أو محتوى آخر في المستند، يعني هو اللي وضحها لي هنا كده. يبقى انا لو ضغطت على كنترول واف من لوحه المفاتيح هتظهر لي نفس النافذه دي كده ونبحث فيه. طيب الاسرع بقى في البحث اننا نعمل ايه؟ اننا نظلل للجزء اللي انا عايز نبحث عنه. انا مثلا عاوز نبحث عن السؤال ده ونشوفه موجود في المستند ولا لا، ظللته كده وهنجي ضغط على كلمة بحث، يبقى هو كده ايه هيبحث لي على هذا النص. طب بس في فنيات بقى نخلي بالنا منها بالنسبة للبحث في الوورد. انا دلوقتي لما ظللت الجملة كلها وبحثت ما ظهر ليش اي خيارات، هي دي اللي هي ده هي بس اللي ظهر، يعني انا ضغطت كده هي دي. فنبدأ نعمل ايه؟ ممكن يكون في غيرها برضو موجود ولكن باسلوب تاني، فانا نبدا نعمل ايه؟ وانا هنا بقول مثلا اذكر فقط الخامات التي تدخل في صناعه المربى. انا ممكن بلاش كلمه اذكر فقط، ممكن نقول الخامات التي تدخل في صناعه المربى ونبدا نبحث. برضه ما ظهرش غير. طب هنبدا نعمل ايه؟ هنبدا مثلا نخليها صناعه المربى بس ونضغط بحث. أشوف ظهرت الخيارات زادت ازاي؟ هنا اهي مثلا اذكر فقط الخامات التي تدخل في صناعة المربى. نركز هنا كده، كان في سؤال تاني بس كان بيقول ايه؟ ما هي الخامات المستخدمة في صناعة المربى؟ ما هي هي، بس عشان اسلوب الجملة مختلف فما جابليش الخيارات، فأنا ممكن نقلل شوية في الكلمات، في الاخر هتبدا تطلع لي كل الخيارات اللي بيها الاسئله. يبقى دي عن البحث. طب الاستبدال، الاستبدال يعني انا مثلا عندي همزات، عندي ته مربوطه مفروض عليها نقط هي ما عليهاش، انا كاتب اخطاء في المستند عشان نعدلها كلها طبعا نقعد نقرا المستند طبعا في منتهى الصعوبه. فانا هنبدا نعمل ايه؟ هنبدا نختار. أنا مثلا بالنسبة للاستبدال عندي أخطاء، أنا مثلا كاتب انخفاض
حاطط الهمزة على الألف في الأعلى، هي المفروض مثلا انخفاض الهمزة مثلا تحت الألف. فنبدأ نعمل إيه؟ نبدأ نضغط على كلمة استبدال هنا، وبعدين نبدأ نكتب الكلمة الأولانية اللي هي الخطأ. أنا كاتبها كده أهي، نبدأ نكتب الكلمة الصح هنا. ونبدأ نقول له استبدال الكل، هيبدأ يقول له بص أكمل وورد البحث عن مستند وأجرى 13 استبدال. يعني هو وضح لي هنا كده إن في 13 وحدي، ده في المستند كله. أنا ما كنتش هنقعد مش هنعرف نبحث في المستند كله عنهم، كل اللي هنعمله هنقول له موافق ماشي. بدأ يعدل لي، حط لي الهمزة تحت الألف اهي في المستند بحال، والكلام ده هينطبق برضو على باقي الكلمات اللي فيها أخطاء في المستند كله. طيب نعمل الاستبدال ازاي؟ يا إما نضغط على استبدال ونكتب الكلمة اللي فيها أخطاء في الأعلي والكلمة اللاني اللي هي الصح في الأسفل، ونقول له استبدال الكل، هيبدأ يظهر لي عدد الكلمات اللي هي فيها الأخطاء، هنقول له استبدال أو موافق وخلاص هيجي معدله. وممكن نظلل الكلمة اللي فيها الخطأ مثلا مع احتفاظه بلونه، مثلا بلونه أهي، مثلا الكلمة دي فيها أخطاء المفروض مثلا تكون مربوطة معلهاش نقط، هنظلل الكلمة ونقول له استبدال، هيبدأ يكتبها لي هنا، نجاني كاتب الكلمة الصح تحت، ونقول له استبدال الكل، تم إجراء 2 استبدال، يعني هو لقى كلمتين 2 فقط، هنقول له نعم. طيب يبقى أنا ممكن نظلل الكلمة وممكن نفتح استبدال ونكتب. طب أنا ممكن نعمل إيه تاني؟ نركز كده، أنا لو شاورت على كلمة استبدال بقول لي كنترول و اتش. يبقى نركز عندي على الاختصارات دي، لما بنشاور على أي مكان ويطلع الاختصار نخلي بالي منه. يبقى أنا لو ضغطت على من لوحة المفاتيح على كنترول و اتش ظهرت لي نفس النافذة. يبقى كان موضوعنا موضوع بسيط عن إزاي نبحث في مستند الوورد، وإزاي نعمل استبدال لو عندي فيه أخطاء في كلمات معينة في المستند. نتمنى الموضوع يكون فات حضراتكم، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك أو سبسكرايب. طيب بعد الضغط على اشتراك ما تنساش نضغط على الجرس، ثم الضغط على إعجاب أو لايك، ثم مشاركة الموضوع أو شير. وجزاكم الله خيرا.